دي الكرة الركنية اللي سجل بيها الأهلي على النادي الإسماعيلي. كل اللقطة بتاعت الركنية دي ما تهمنيش، أنا تهمني آخر لقطة خالص اللي هي بتاعت تسجيل برسيتاو للهدف. عايزك تسيب الهدف وعايزك تسيب كل حاجة وتركز معاي مع سيرجي أكا. شايف أنت السرحان اللي هو فيه ده؟ أنا مش عارف والله حالة السرحان دي من إيه. الحالة دي ملهاش غير تفسير واحد، إن أكا معمر الطاسة قبل المباراة من البنجو الإسماعيلاوي النظيف ده اللي هو كان بيوصي عليه بوب مارلي في الحرب العالمية الثالثة. وانت راجع تعدى على الجيارة تجيب لي نص تمن بنجو اسماعيلاوي، قول له عرانيس.